السلام عليكم ورحمة الله، نتواصل معكم في متابعتنا المباشرة لآخر التطورات التي تجري في المنطقة الخضراء بعد اقتحام أنصار التيار الصدري لمبنى البرلمان. وسيكون معنا خلال هذه المتابعة الإخبارية المستمرة في الأستوديو الكاتب والباحث السياسي الأستاذ حسين السبعاوي. مرحبا بك معنا. حياكم الله. يا مرحبا وسهلا بكم. وعبر سكايب ينضم إلينا من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل. مرحبا بك معنا سيد بهاء. أهلا وسهلا بحضرتك وبضيفك الكريم. حياكم الله. أبدأ معك أستاذ حسين. المالكي قال قبل وقت قصير من اليوم أنه لن يوقف التدهور في العراق إلا الحوار بين أطراف العملية السياسية. ماذا يعني بذلك؟ ماذا نفهم من هذا التصريح؟ هذا يعني أن هناك تناقض ما بين قيادات الأطار في بيانات الفردية والشخصية وما بين بيان الأطار الرسمي. بيان الأطار أشار إلى أنه خروج مظاهرات في مواجهة تظاهرات الصدر. بيان الأطار التنسيقي يقول إحنا متمسكين بمرشحنا رغم الفوضى. بيان الأطار التنسيقي يقول أنه يتحمل مقتدى الصدر مسؤولية كل ما يجري. بينما ما تجي على البيانات الشخصية، يعني مو بس المالكي، المالكي يقول الحوار، وهذا العامري أيضا قال الحوار، وعمار الحكيم أيضا قال الحوار. في الوقت اللي البارحة أمس كان عمار الحكيم يعاتب القوات الأمنية لماذا لم تكن شديدة مع ولحد اليوم كان يتكلم. هذه التناقضات يعني ليست وليدة اليوم، نعم هي قديمة، أنه يقولون شيء ويفعلون شيء آخر، يتكلمون شيء يفعل، يتفقون على شيء وينقضون هذا الاتفاق. هذه التناقضات فقدت، جعلت الشعب يفقد الثقة بهم. نعم. الشعب فقد الثقة بهم. اليوم ما عاد أحد يسمع لأي تصريح، ينظر بس فقط على الأرض، ما الذي موجود على الأرض. أنا بعد لا أصدق بالتصريحات الصحفية والسياسية. الكل تدعو للحوار. نعم. الكل تدعو للتهدئة، الكل تدعو للتضحية، الكل تدعو إلى نتائج إيجابية. اليوم 11 شهر، مضى سنة تقريبا. نعم. والانتخابات أجريت، ما هذا الحوار اللي صار لعشر عشر عشرة أشهر ولم ينتج عنه حكومة؟ إذن القضية هي لا يوجد شيء اسمه حوار حقيقي، وإنما هذه فقط الاستهلاك المحلي وتناقض مع البيانات الرسمية الحقيقية للإطار. والحوار الحقيقي هو الذي ليس بالتصريحات، إنما الذي يبدو في الشارع وفي الميدان. طيب. نعم. إذا أستاذ بها، على ما يبدو أن المالكي يرتدي قبعتين، يعني واحدة يرتديها باسم الإطار التنسيقي ثم يعني يرفعها، ثم يرتدي قبعة أخرى باسمه الشخصي ويصرح بتصريحات مع أنه جزء لا يتجزأ من الإطار التنسيقي. كيف يمكن أن يؤدي لعب هذه الأدوار وارتداء أكثر من قبعة من طرف المالكي إلى تأزيم الموقف أكثر فأكثر؟ تحية لحضرتك والمشاهدين الكرام ولضيفك الكريم. الحقيقة أنا أرى الأمر من منظار مختلف. نعم. في البداية يعني تحليلي لبيان الإطار التنسيقي اللي صدر طلب ب يعني التصعيد والمواجهة ونزول أتباع الإطار التنسيقي إلى الشارع لحفظ ما بين قوسين مؤسسات الدولة، لكن تم تدارك الأمر ونزلت تغريدات بشكل منفرد كل كتلة سياسية حسب من يقودها. كتلة النصر الحيدر العبادي نزل بيان، تيار الحكمة نزل بيان عن طريق الحكيم، يعني دولة القانون نزل بيان عن طريق المالكي، وهذا يؤكد بأن الإطار التنسيقي لا يقود نفسه. الإطار التنسيقي يستلم أوامره من طهران عن طريق قنوات التليجرام مثل صابرين النيوز أو غيرها. هذه القنوات هي من تسير، هي من تكتب البيانات، هي من توجه الأتباع. لا يوجد للإطار التنسيقي أي سيطرة لا على الكتل المنضوية تحته ولا حتى على قياداته. لا يوجد حاليا قيادة. سابقا في بداية تشكل الإطار التنسيقي كان هنالك زعامة للمالكي باعتبار أنه الكتلة الأكثر عددا بالمقاعد داخل الإطار التنسيقي. بعد انسحاب الكتلة الصدرية من البرلمان ودخول نواب جدد زادت مقاعد الكتل الأخرى، فأصبحت الكفة متقاربة بين دولة القانون وبين الفتح. لذلك تقريبا فقد قيادته أو ما يؤهل للقيادة. بعدين موضوع التسريبات أيضا أضاف لهذا الأمر
عزلة للمالكي من ناحية الإطار التنسيقي نفسه. لذلك هنالك تخبط واضح داخل الإطار التنسيقي. ما جرى اليوم وحتى الفعالية اللي جرت قبل يومين من قبل أتباع التيار الصدري واقتحامهم للبرلمان وخروجهم مساء هي كانت صدمة بالنسبة لي يعني للإطار التنسيقي. لم يتوقع أحد أن تعجز القوى الأمنية عن التصدي للمتظاهرين ولا دخولهم بالبرلمان بهذه الطريقة. لذلك هنالك صدمة حقيقة داخل الإطار، هنالك تخبط أساسا داخل الإطار، لا يوجد من يقود الإطار حاليا، وبالتالي حتى إيران ليس من مصلحتها الآن أن يكون هنالك اقتتال شيعي شيعي، خصوصا وهي في مفاوضات الآن مع المملكة العربية السعودية ومع الولايات ليس من مصلحتها، لكن الأوضاع على أرض الواقع تقول عكس ذلك. هناك وقائع عنيدة تحصل الآن في العراق، وهناك نوع من التغيير أستاذ حسين في الموقف الآن. يعني دراسة الحالة على أرض الواقع تشي بكثير من المخاطر، وهذا ما حذر منه المراقبون قبل قليل من عدة جهات، قالوا بأن التوتر الحالي قد يتجه نحو التصعيد، والذي من الممكن أن يتجه نحو مواجهة مسلحة. هو لا يستبعد التصعيد لأن كل مقومات التصعيد متوفرة. صراع سياسي، هناك فائز، هناك يمنع الفائز من تشكيل حكومة، هناك جهتين تحمل سلاح، هناك دولة ضعيفة، هناك تغول على الدولة، هناك أطراف خارجية مهيمنة على الساحة العراقية، فكل مقومات الصراع الداخلي موجودة متوفرة. يبقى عامل الوقت أو عامل المفاجأة أو عامل القدحة كما يقال. بهذه الطريقة يذهب الإطار والتيار إلى صراع مسلح، لأنه أما لا يوجد شيء يمنع من الصراع المسلح. هذا والآن أعجب أنه الكثير من ينظر إلى أنه الخلاف السياسي لا يؤدي إلى صراع مسلح. أنا عبر التاريخ أنه 80% من الصراعات المسلحة هي بسبب الخلاف السياسي وليس خلافات فقط اقتصادية أو عقدية أو غيرها. الخلاف السياسي هو أعلى درجات أهم أسباب الصراع المسلح بين القوى سواء كانت الداخلية أو الخارجية. فكل مقومات الصراع موجودة ولا يوجد بوادر لعدم الصراع لأنه لا يوجد تنازل. لا يوجد تنازل. لكن هل هذا الصراع أستاذ حسين بين الإطار التنسيقي من جهة كمعسكر وبين الصدر من جهة كمعسكر آخر، أم أنه سيكون مستقبلا لو حصل هذا الصراع بشكله المسلح مثلا أو بأي تعبير آخر من أشكال الصراع، هل سيكون بين هذا الإطار وبين الصدر أم سيكون بين يعني بعض قوى الإطار والصدر؟ لا أنا أعتقد مع الصدر وتياره ومع الإطار وتياره، نعم، يعني وأتباعهم وجمهورهم. نعم. لكن هناك نوع آخر من الصراع وهذا عمل به، وهي عملية الاغتيالات والتصفيات، وهذه موجودة لحد هذه اللحظة. احنا ندرك انه العصائب اغتالت عدة شخصيات من التيار، وقسم من التيار اغتالوا بعض الشخصيات الاخرى من الجهات الاخرى، فعملية الاغتيالات موجودة، وهذه كله يسمى صراع. نعم. وكله يسمى صراع مسلح. فاذا العملية الصراع المسلحية موجودة ولكن ما زالت تحت الرماد. نعم. هل تصعد؟ انا اعتقد انه العراق مثل ما ذكرت سابقا انه العراق يحتاج الى تغيير، ولا يمكن ان يكون تغيير بدون صراع. التغيير اخي لا يمكن ان ياتي من خلال اوراق وعمليه دبلوماسيه وتفاوضات. نعم. التغيير في الدول، التغيير في الدساتير، التغيير في الانظمه، كلها تاتي عبر الصراع بعد الصراع. نعم. احنا كعراقيين اليوم امام جهتين ان تتصارع. ان انتصر الاطار فمعناها الجمهور سواء حتى لو انتصر سياسيا فإن التيار الصدري سيخسر شطرا كبيرا من أتباعه ولن يفوز في أي انتخابات قادمة أخرى. لكن إذا فاز الإطار التيار على الإطار وحسم الأمر له، فالعراقيين أمام حكم صدري 20 عاما، لا يقل عن 20 عاما، لا يقل عن 20 عاما. وكأنك تقول أستاذ حسين، والسؤال موجه هنا للأستاذ بهاء، بأنه لا مكان لالتقاء في نقطة معينة أستاذ بهاء، هل تعتقد ذلك بأن ما وصل إليه المشهد السياسي في العراق والصراع السياسي بين هذه الأحزاب وهذه الميليشيات وصل إلى نقطة عدم الالتقاء، وكأننا نقول بأنهما يسيران في خطين متوازيين ولا إمكانية لالتقائهما على نقطة واحدة أو في نقطة واحدة؟ نعم بالتأكيد. الآن الصراع اللي بين هذه القوى السياسية هو صراع وجود. نعم. لأنه بعد التسريبات اللي ظهرت على المالكي وطريقة حديثة واستعداده لاغتيال الصدر أو الهجوم على النجف
وتشكيل جيوش ومن هالأمور اللي سمعناها بالتسريبات. الآن الموضوع صراع وجود، المالكي يريد أن يحاكم مقتدى على جرائمه، وجرائم المقتدى يريد أن يحاكم المالكي على جرائمه، كل يرى الآخر مجرما ويريد أن يحاكمه على جرائمه، وبالتالي أي جهة ستفوز في هذا الصراع ستنهي الطرف الثاني. يعني إذا الإطار الآن تمكن من تشكيل حكومة وقمع ما يجري الآن في مجلس النواب واستعاد السيطرة على الدولة وتمكن من تشكيل حكومة التوافق، سيقضي تدريجيا على التيار الصدري، والتيار الصدري يعني سيفعل نفس الشيء في حال أنه تمكن من تشكيل حكومة الأغلبية، سيحاكم المالكي وسيحل الميليشيات التي تتبع للمالكي وباقي الشخصيات يعني القيادية في هذه الميليشيات. هذا صراع وجود الآن، لذلك هم لا يستطيعون تحدي الصدر وفي نفس الوقت لا يستطيعون مخالفة أوامر طهران. هذا اللي الآن اللي يجري، وضع الإطار التنسيقي في موقف لا يحسد عليه لا سياسيا ولا شعبيا ولا حتى إعلاميا، لأنه تضارب التصريحات بدأت يعني أظهرت الارتباك الواضح من ناحية التصريحات. هذه المعركة لا يوجد فيها منتصر حقيقة، لأنه أنا دائما أقول أنه هذه القوة هنالك خطوط حمراء توقف عندها، لا يمكن أن يكون هنالك صراع شيعي داخل العراق مهما كانت الظروف، حتى وإن توفرت الآن كل المعطيات التي تؤدي قد تؤدي إلى يعني اقتتال شيعي، لكن الآن الوضع مختلف، هنالك فواعل دولية، هنالك كثير من المسيطرين على الوضع بإمكانهم أن تكون هنالك خطوط حمراء يضعوها أمام هذه الكتل السياسية لإيقافهم متى ما وصل الأمر إلى طريق مسدود. يعني أنا أعتقد أستاذ بهاء إن سمحت لي بأنه كانت هناك خطوط حمراء وضعها المتظاهرون في تشرين عندما قالوا بأننا نريد إسقاط الطبقة السياسية بأكملها، على عكس تظاهرات التيار اليوم التي تطالب بالمناصب السياسية. هل ستكون الكلمة الفصل للجماهير العراقية وللشعب العراقي في موجة جديدة من الثورة؟ لا، هو حاليا اليوم بالتحديد ارتفع سقف المطالب. نعم، نسمع المتظاهرين الآن اللي تنقل القنوات الإخبارية من داخل مجلس النواب، سقف المطالب الآن مرتفع، يعني حل مجلس النواب، التوجه لتغيير المحكمة الاتحادية، تغيير القضاء أو تصفية القضاء، وإعادة الانتخابات يعني أو تشكيل حكومات أغلبية سياسية كما يريد الصدر حسب ما آلت إليه نتائج الانتخابات. لكن أنا أقصد بالموضوع الخطوط الحمراء، موضوع الاقتتال الشيعي هو خطأ، يعني قد تتدخل المرجعية وقد تتدخل إيران، قد تتدخل الولايات المتحدة، وكثير من السياسيين اللي يحسب لهم هؤلاء السياسي يعني القادة حساب، وبإمكانهم أن يجمعوهم على طاولة واحدة من أجل منع الاقتتال فيما بينهم. الجميع خاسر بالنسبة لهم في كل الأحوال إذا ما حصل اقتتال، لأنه هم كلهم كانوا يديرون العملية السياسية من 2003 وحتى الآن، لذلك من يسقط سيسقط الجميع معه مثل أحجار الدومينو. هذا الكل يعرفه ويعلمون جيدا، حتى سقوط المالكي لن يؤدي إلى سقوط المالكي وحده، سيسقط كل من تآمر معه على العراق، وحتى سقوط التيار الصدري سيسقط كل من تآمر على العراق من التيار الصدري. هذا أمر مفرغ منه، ما به كل مجال، لكن هم ما يريدون لهذا السقوط أن يحدث، لذلك أنا أقول أنه هنالك خطوط حمراء يتوقفوا عندها، سيتم التدخل لحل حالة الأزمة، والمجتمع الدولي الآن ينظر إلى العراق نظرة ثانية، لأنه دعم الانتخابات الماضية. نعم، ومجلس الأمن أيضا صدر بها قرار، لذلك العين الآن على العراق، الأوضاع الآن بين أوكرانيا وروسيا تحتم على المجتمع الدولي أن ينظر للعراق كبلد منتج للنفط، والمجتمع الدولي بحاجة للنفط العراقي الآن، لا 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 يعني لن يسمحوا بحصول صراع قد يؤخر أو يعطل امدادات النفط العراقيه، لانه وهذا ما ناقشناه استاذ بهاء قبل قليل، هذه الفكره. نعم، ناقشناها مع السيد حسين. نعم، يعني بايدن زار السعوديه وصرف ما صرف وتحمل الاهانه اللي تحملها من خلال استقبال الملك الامير محمد بن سلمان، طريقه الاستقبال المهينه له
من اجل مليون برميل نفط، فكيف العراق الان مجموع ما يصدره بحدود ال 4-4.5 نعم. مليون برميل؟ نعود لاثاره يمكن هذه النقطه الأعضاء. اذا نعود لاثاره هذه النقطه مع الاستاذ حسين التي كنت قد تحدثت بها، فكره ان هناك تغييرا ما في الطريق وهذا التغيير باراده دوليه يعني يبدو انه اصبح اكثر الحاحا الان في المشهد العراقي من الاوقات السابقه. هو التغيير لم ياتي من فراغ، هناك انسداد، هناك انسداد، هناك اختناق، وهناك اختناق، وهناك احتضار للعمل السياسي. نعم. المسلم الدولي لن يترك العراق هكذا للقوى الاخرى اللي هي اليوم هناك تنافس الصين وروسيا، العراق ضمن المحور البريطاني الامريكي. فأي فراغ يحدث يدركون أنه الصين داخلة وقد دخلت في من مجال الاقتصاد في هذا الأمر. فإذا التغيير أصبح ضرورة ليس فقط يعني على المستوى الدولي بل حتى على المستوى العراقي بل السياسيين نفسهم. اليوم لاحظت تابع التصريحات أغلبها تتكلم عن التغيير، طبعا هو يتكلم عن التغيير لكن هو لا يقبل أن يتغير. نعم. هذا أمر مختلف. هذا شأنه هو، لكن ويدرك بأنه هو لا يمكن أن يستمر. التغيير على طريقته طبعاً. التغيير على طريقته والتغيير حسب مصلحته، لكن هو التغيير يفرض نفسه على العراق وعلى المجتمع الإقليمي والدولي. نعم. فإذا هو كل مقومات التغيير موجودة، هناك انسداد، هناك احتضار عملية سياسية، هناك فساد، هناك أساسة مجموعة فاسدين يعني لا يعرفون شيء من العمل السياسي سوى سرقة المال العام وانتهاك حقوق الإنسان، هناك قتل، هناك تهجير، هناك تحديات دولية، هناك أزمة طاقة في العالم والعراق أحد مصادر الطاقة، فبالتالي التغيير هو لابد منه. كانت هناك فرص للتغيير أفضل من هذه الفرصة في 2019، لكن المجتمع الدولي ما أراد أن يحدث تغييرا، فأخذت فرصة هذه السنتين اللي اشتغل فيها الكاظمي وتبين أنه نفس الساسة لا يمكن أن يتغيروا، لا يمكن أن يقوموا بأي عملية إصلاح، وصل الحال أنه لا يمكن الإصلاح، خلاص الإصلاح انتهى. يعني اليوم اللي يريد يقول لي احنا نريد عملية إصلاح، طيب تعال قل لي ما هو الإصلاح الذي تريده؟ هناك انتخابات وحكومة لا تعكس نتائج الانتخابات، ما قيمة الانتخابات؟ هناك فائز لا يحق له تشكيل حكومة، ما قيمة الانتخابات؟ هناك انتخابات مقاطعة أكثر من ثلثي الشعب، ما قيمتها؟ فإذا نحن أمام عمل يعني أغلق بالكامل، لا ما بقى قيمة لا للنظام البرلماني ولا الانتخابي ولا قيم ولا قيمة للقوى السياسية اللي موجودة متصارعة من أجل ماذا؟ يعني يوم الصراع الإطار والتيار على ماذا؟ كل ما يقولون أنا شكل حكومة. نعم. طيب أليس توجد انتخابات؟ صحيح. مو هناك قوى فائزة؟ يا أخي انتقل من الموالاة إلى المعارضة السياسية ومارس دورك واعطي فرصة للفائز. لا يسمحون، هؤلاء لا يمكن أن يستمروا في قيادة العراق. أتوقف عند هذه الجملة، لا يمكن أن يستمروا في قيادة العراق أستاذ بهاء. وفي الحقيقة لو عدنا إلى الوراء قليلا منذ الاحتلال الأمريكي للعراق في 2003 حتى اليوم وقيام هذه العملية السياسية قرابة 20 سنة أو أقل، يعني عندما بدأت العملية السياسية نلاحظ أنها يعني في أقل من 20 سنة جمعت عددا كبيرا من المآزق والإخفاقات السياسية وسوء إدارة البلاد إداريا وسياسيا، كل ما يمكن أن يفكر به سياسي أو دبلوماسي عاقل في العالم اتصفت به هذه المجموعة الحاكمة في العراق، ومع ذلك لا تزال قادرة على مزيد من المراوغة ومزيد من الالتفاف على الديمقراطية وعلى موقف الشعب العراقي، وباقية حتى اليوم، يعني هي باقية حتى اليوم في الحكم وتريد أن تحكم بأي طريقة كانت. على خطأ لن يستمر طويلا، حتى وإن استمر 20 عاما فلن يستمر أكثر. العملية السياسية برمتها من 2003 من كتابة الدستور هي بنيت على خطأ، بنيت على دستور مطاط يتحمل أكثر من تفسير، كثير من المواد اللي داخل الدستور ملغومة تتحمل أكثر من تفسير. إحنا حتى الآن بعد ما وصلنا لمرحلة المناطق الغير منظمة لإقليم، بعد عندك المادة 140 من الدستور، هاي ممكن تخلق مشاكل بين المركز والإقليم قد لا تنتهي حتى بصراع مسلح بين المركز والإقليم، كثير من المواد الملغمة اللي موجودة بالدستور العراقي. لكن مع ذلك هم فقط أمام الإعلام يتحدثون عن الدستور. الآن قيس الخزعلي نزل تغريدة يتكلم عن الدستور، وين المهلة الدستورية؟ انتهت المهلة الدستورية منذ مدة طويلة،
المفروض الآن من قبل 3 أشهر أو 4 أشهر المفروض أن يؤول الأمر إلى تشكيل حكومة إنقاذ وطني وحل البرلمان وإعادة الانتخابات، لأنه تجاوزوا كل المهل الدستورية، هم يتحدثون أو يتمسكون بالدستور فقط عندما تهدد مصالحهم أو مراكزهم في إدارة الدولة بالخطر، لكنهم لا يعيرون للدستور أي اهتمام. كذلك هم جعلوا من المحكمة الاتحادية ومن تهديد القضاة العوبة بأيديهم كبيرة جدا على القضاء العراقي، عندما يخرج سياسي علنا أمام الإعلام ويقول أننا نهدد القضاء و يعني بالعامية بنم لي ما ينصاع لأوامرنا. هذا كلام المفروض من تلك الفترة يحاكم عليه كل السياسيين، لكن هم وصلوا مرحلة أنه لا خلوا هيبة للقضاء ولا خلوا هيبة للدستور ولا خلوا هيبة للدولة يعني. ومع ذلك الأموال والسلاح اللي موجود عند ميليشياتهم هي اللي بقيتهم بالسلطة، وكنا شفنا بثورة تشرين كانوا قاب قوسين أو أدنى من الانهيار. نعم. لكن الدول الكبرى لم يكن لديها البديل. أمريكا ما ساعدت ثورة تشرين لأنه ما كان أكو بديل للنظام الحالي. تعلم القوى العظمى عندما تقوم بالتغيير داخل بلد يجب أن تهيئ البديل قبل أن تهيئ موضوع الثورة وغير الثورة. لكن بما أن ثورة تشرين طلعت عفوية شعبية لا يدعمها أحد، ليست بدافع من أحد، ليست بأوامر من أحد، لذلك تفاجأت أمريكا بهذه الثورة وغضت النظر عنها لأنه أساساً لا تمتلك بديل. الآن قد يكون مصطفى الكاظمي هو بديل مقبول نوعاً ما لفترة مؤقتة إلى أن يتم اختيار شخصيات قد تمثل المرحلة القادمة من يعني تاريخ العراق. لكن نعم. الآن بهذا الوضع هذه الكتل السياسية أعتقد أنها وصلت إلى الصفحة الأخيرة من كتاب حياتها، انتهى العمل السياسي مع هذه الكتل السياسية، والولايات المتحدة وباقي الفعلاء الدوليين يعلمون جيدا. حتى مداخلة بلاسخار في مجلس الأمن ذكرت بأن العراق بحاجة إلى قادة حقيقيين ليس إلى قادة ميليشيات ومسلحين يعني. نعم. هذه كلمة كبيرة عندما تطرح في مجلس مثل مجلس الأمن وكل الدول تستمع إلى مداخلة رئيسة بعثة اليوناني في العراق وتطرح هذا الموضوع بالذات، يعني أن العراق يقودهم مسلحين. نعم. يعني هذا معناها. نعم. أنه لا سيطرة للدولة. نعم. لذلك على المجتمع الدولي أن يتحرك وهو في طريقه للتحرك، هذا الأمر مسلم به ولا جدال فيه إطلاقا، لكن التوقيت سيكون مع إيجاد البديل. وبرأيي أنا بعد يعني الجولات المكوكية للكاظمي وسفراته لدول العالم وحتى زيارة البابا للعراق معناها أنه الكاظمي قد يتمتع بمقبولية لدى هو الفاعلة وحتى طيب. دول الجوار. سيد بهاء. نعم. سيد بهاء وسيد حسين أرجو أن تبقى معنا، سنذهب لمشاهدة هذا الفيديو الذي يتحدث عن تسلسل الصراع في العراق بين شركاء العمليات السياسية، ثم نعود لمزيد من النقاش بحول الله. تحية لكم من جديد أعزائنا المشاهدين إلى هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة لما يحدث في المشهد العراقي من صراع سياسي بين أطراف العملية السياسية
الذي من الممكن كما يقول مراقبون أن يؤدي إلى مزيد من الصراع والنزاع المسلح لا قدر الله. معنا في هذه المتابعة الإخبارية المستمرة الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والباحث السياسي في الأستوديو، حياكم الله. ومعنا كذلك من إسطنبول الكاتب والصحفي العراقي الأستاذ بهاء خليل عبر سكايب من إسطنبول، مرحبا بكما من جديد ضيفي الكريمين. أستاذ حسين، نحن نعرف يعني حال العراق ربما يكون مثل حال معظم الدول العربية، لكن على يعني أكثر يعني سوءا من ناحية الاستقطاب السياسي الحاد، وربما لا تجد عراقيا غير مستقطب يعني بصفة عامة، وهذا يعني بأن تحرك الشعب العراقي قد يكون صعبا باتجاه يعني الفكاك من هذه التيارات السياسية الموجودة والحركات السياسية الموجودة. لكن هل ما يزال الشعب العراقي قادرا، الذي انتفض في تشرين سابقا كما تفضلتم، قادرا على المفاجأة وقادرا على الفعل السياسي الحقيقي والذي قد يكون ورقة مهمة لتحرك المجتمع الدولي الذي نتحدث عنه الآن؟ حتى لا نكون مثاليين، نعم، هناك انقسامات داخل المجتمع العراقي، هذا المقصود. نعم، الانقسامات ليست واردة اليوم، لكن لم تكن على مستوى النظام السياسي. هناك بلد متعدد متنوع، أكراد، عرب سنة، تركمان، شيعة، مسيحيين وغيره. ما بعد 2003 زاد من هذا الانقسام، لأنه بنيت عملية سياسية على أساس هذه المكونات. مع وجود عدم ثقة بعد 2003، لاحظ من أقول لك عدم ثقة، بعد الاحتلال العرب السنة رفعوا سلاح وقاموا المحتل، في حين المكونات الأخرى ما رفعت سلاح، صار عدم ثقة. يعني الأكراد قالوا لا نرفع السلاح، نحن لدينا مشروع والأمريكان أصدقائنا وما تفاهم في هذا الأمر، لا ولا لدينا مشكلة، من يرفع سلاح احنا ما نرفع. الشيعة كذلك أصبحت هذه شنو، حالة عدم ثقة. نعم، تشكل نظام سياسي طائفي هدفه إقصاء المكونات الأخرى. نعم، أصبح زادت من عدم الثقة، خرجت تظاهرات من قبل المكون العربي السني قمعت ببشاعة جدا، أصبحت هناك ازدواجية في التعامل ما بين مكونات المجتمع العراقي، هذا مواطن من الدرجة الثانية وهذا مواطن من الدرجة الأولى، هذا يسمح له وهذا لا يسمح له، هذا يحق له أن يعبر عن رأيه وهذا لا يحق له، هذا مدعشن وهذا مواطن، عدم توازن في مؤسسات الدولة، كل هذا جعل من الشعب العراقي وجود حالة عدم ثقة، عدم استقرار، عدم وجود هناك حالة استقطاب. لكن ما يجمع الشعب العراقي على قضية واحدة، أنه الطبقة السياسية الحاكمة أصبح الجميع يدرك بأنها فاسدة، أصبح الجميع يدرك بأنها غير قادرة على قيادة الدولة العراقية. هذا هو السؤال. نعم، هل هذا الإدراك، هذه القناعة بدأت ترتفع بالضبط بعد 2019، بعد 2018 بالأحرى. نعم، بدأت ترتفع سقف الوطني، بمعنى السقف الوطني الأعلى من المذهبية والطائفية والعرقية والإثنية ولا غير، بدأ يرتفع شيئا فشيئا. أهم مؤشر نجاح على ارتفاع هذا السقف هو المكونات الأخرى، موقفها. نعم، وخاصة تشرين، ما نريد أن يعني نسميها بكل صراحة، هي ذات الأغلبية الشيعية. نعم، شارك بعض السنة بها، ولكن ذات الأغلبية الشيعية وسط وجنوب العراق، هذا مؤشر إيجابي للروح الوطنية وللحالة الوطنية وللاستقطاب الوطني بعيدا عن الاستقطابات الأخرى. فأصبح الشعب العراقي يصعد بالتدرج، طبعا هذه حاولوا ضربها بكل الوسائل. نعم، سوف يعود البعثيين، سوف يعود الفلانيين، سوف يتقسم العراق، سوف ما أعرف إيه، سوف يعني بحيث زرعوا أنواع الرعب والتخويف من أن يعود المجتمع العراقي متجانسا. نعم، لكنهم في حقيقة فشلوا. لماذا فشلوا؟ لأنهم بالأصل فاشلين، هم قادرين أن يقودوا دولة العراقية. نعم، هم قادرين أم عاجزين أن يقودوا حتى أبناء المذهب. هذا ما توصل إليه المواطن. نعم، العراقي في نهاية المطاف يعني. نعم، كما تفضل الإدراك الوطني. نعم، وإدراكه أيضا بسوء إدارة هذه المنظومة. نعم، يعني لو كانت هذه المنظومة أستاذ بهاء قادرة بالفعل على إقناع المواطن العراقي بحسن إدارتها وبقدرتها على إدارة البلد والخروج من العراق بالعراق من أزماته المتعددة وإعادة الاعتبار للخارجية العراقية
والشؤون الداخلية وتحقيق نوع من الاستقلالية أيضا في البلاد بالموقف السياسي وغيره. ربما لا صمت المواطن العراقي، لكن حتى هذه الأشياء في ظل الخلاف والأزمات الموجودة غير متوفر. فما الذي يجعل العراقيين صامتين أو يعني لا يتحركون حتى الآن؟ طبعا هو الفشل السياسي الموجود، ويعني ومثل ما تفضلت الاستقطاب الخاطئ لمكوناتي لعقائدي لمذهبي، هذا اللي يخلي كل جهة تتصرف يعني منفردة بعيدة عن باقي مكونات الشعب. المشكلة في الحكومات من 2003 وحتى الآن هي كانت يعني مثل احنا نقول تتقصد تحطيم شخصية الفرد العراقي، اضعاف انتماء الفرد العراقي حتى يتمكنوا من استحصال انتماء اخر غير الانتماء للوطن، وبالتالي هنالك الكثير من تغير انتمائهم واصبح انتمائهم قد يكون للمذهب اكبر من الانتماء للوطن، وغيرهم انتماء للقومية اكثر من انتمائهم للوطن نفسه. وشفنا شواهد كثيرة صارت، مثلا موضوع الاستفتاء اللي صار في اقليم كردستان، كثير من الاكراد صوتوا للانفصال، هذا معناه ان هم فقدوا الروح الوطنية او الوحدوية للعراق واتجهوا الى القومية مالتهم كأكراد من أجل إنشاء دولة خاصة بهم. أيضا في جنوب العراق شاهدنا كثير من اللي كانوا موجودين في تشرين، لما تقول له أنه هي تشرين هذه عفوية يقول لك لا هذه تشرين ثورة شيعية، يعني باعتبار أن الأغلبية يعني اللي مشاركين بها باعتبارها انطلقت شرارتها من بغداد والمحافظات الجنوبية فيعتبرها أنها ثورة شيعية. هذا هم اللي كانت تعمل عليه الطبقة السياسية، أضعاف الانتماء الوطني مقابل زيادة الانتماء ل يعني مكونات أصغر سواء العقيدة أو المذهب أو القومية أو ما شاكل ذلك. هذا اللي هم لعبوا عليه حتى يتم تشكيل أو تقسيم الشعب إلى فئات صغيرة جدا بإمكانهم السيطرة عليها، وإلا لولا هذا الفعل ما كان استمروا مدة 20 عام حتى الآن بسبب هذه الطبقة السياسية أو بسبب هذا الأسلوب اللي فرضوه كطبقة سياسية على مكونات الشعب. بالبداية قسموا إلى يعني بالدستور قسموا إلى سنة والشيعة وأكراد، هاي بالبداية. كعرف سياسي فرضوا أن يكون رئيس الجمهورية كردي، رئيس البرلمان سني، رئيس الوزراء شيعي. أيضا بعدها بدأوا ب موضوع الوقفين السني والشيعي، فصلوا الوقف السني عن الوصف الشيعي، الوقف الشيعي كوزارة أوقاف، وفصلوا مكونات الشعب. كل حديثهم يتكون عن المكونات. أنا الآن أسألك، هل في حياتك سمعت خطاب للمالكي لا يذكر فيه كلمة شيعة، مكون، سنة، صدريين؟ يعني ما يقول عراقي، كلمة عراقي ما يستخدمها بلهجته نهائيا. وأنا كل اللقاءات المالكي أتابعها، كانت من كان رئيس وزراء 8 سنوات، أنا كمتابع وكصحفي أستمع لكل التصريحات، عمري ما سمعته يقول عراق. هذا الأسلوب اللي هم يتبعوه من أجل أن يقسمون الشعب إلى فئات صغيرة لكي يستطيعون حكمهم كمجموعات صغيرة. وكأن الشعب العراقي إما إطار تنسيقي أو تيار صدري، وكأن الشعب العراقي يعني تستطيع وتاريخ وحضارة البلاد وهذه الدولة العراقية تستطيع أن تحتوى أو يحتوون هذه الدولة في هذه المسميات. أرجو أن تبقى معي يا أستاذ بهاء، أستاذ حسين، ننتقل لمتابعة هذا التقرير ثم نعود للنقاش بحول الله. جرة الأذن تحولت إلى صفعة، والصفعة ملأ صداها الأقبية الحكومية لتعلن عن مرحلة جديدة من الصراع بين شركاء العملية السياسية. أنصار التيار الصدري يجددون اقتحام المنطقة الخضراء في بغداد ويدخلون إلى البرلمان مرة أخرى ويعلنون الاعتصام، لكن هذه المرة لم يكن طريقهم آمناً. إصابة أحد المتظاهرين بواسطة الخضراء. عشرات الجرحى بين صفوفهم بقنابل الغاز والرصاص المطاطي الذي أطلقته القوات الحكومية، وكأنها تقول لأنصار الصدر إلى هنا يكفي. فالأمور بدأت تخرج عن السيطرة، وقوى الإطار التنسيقي لن تبقى مكتوفة الأيدي لتتلقى صفعة جديدة.
يطالب أنصار التيار الصدري كما هو معلن بتراجع الإطار التنسيقي عن ترشيح محمد شياع السوداني لمنصب رئاسة الحكومة، وبالمقابل يصر الإطار التنسيقي عليه. لكن الخلاف كما يقرأه مراقبون لا يتوقف عند شخصية السوداني أو غيره، الخلاف أعمق من ذلك ويمتد إلى جذور الدولة العميقة، حيث يرغب كلا الطرفين بأن تكون له اليد العليا فيها. لذلك فشلت كل محاولات التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل الحكومة رغم تدخل شخصيات إيرانية في هذا المجال. تفاقم الخلاف بين قطبي العملية السياسية دليل على العقد السياسي الفاسد والفاشل الذي أنشئ منذ عام 2003، فبعد أن سارت الأحزاب الحاكمة يدا بيد في طريق الفساد المالي والفشل السياسي وظلم العراقيين وتجويعهم، بدأت تأكل بعضها بعضا. الأمور تتجه إلى تصعيد أكبر، وإرهاصات صراع مسلح بدأت تطل على أرض الميدان، ولا غرابة في حدوث ذلك طالما أن شريعة الغاب هي السائدة منذ نكبة وكارثة الغزو الأمريكي للعراق. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين. إذن نحن معكم في هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة للأحداث والصراع الدائر في العراق في المشهد السياسي. مرحبا بك معنا أستاذ حسين مرة أخرى. مرحبا بك معنا أستاذ بهاء مرة جديدة. يعني أتوقف عندما تفضل به الأستاذ بهاء قبل قليل الأستاذ حسين، واسمح لي أقرأ ما قاله الرئيس برهم صالح من أن الأوضاع العامة في العراق تستدعي عملا جادا نحو تصحيح المسارات ومحاربة الفساد، وكأن الرئيس تذكر أخيرا أن هناك مسارات يعني خلينا نقول يعني قد ضلت طريقها وأن هناك فساد في البلاد. والمشكلة الأكبر أستاذ حسين كما تفضلت وتفضل الأستاذ بهاء أنه لم يعد هناك قيمة سياسية أو تأثير سياسي لهذه المسميات. ماذا يعني رئيس حكومة؟ ماذا يعني رئيس دولة؟ ماذا يعني رئيس برلمان في دولة تقودها مجموعة من الميليشيات؟ أيعقل أن تصل أحوال دولة بهذا التاريخ إلى مستوى أن يكون هناك تحكم من قبل بعض قادة الميليشيات ولا يكون هناك أي اعتبار أو صفة سياسية لهذه المسميات؟ أي نعم، عندما يكون البلد محتل فاقد السيادة هناك هيمنة عليه مسلم بيد جماعات لا دولة، أكيد هاي النتيجة. نعم. لكن تلاحظ تصريح رئيس الدولة رئيس الجمهورية هو آخر من صرح. صحيح. سبق تصريح التيار الصدري رئيس الوزراء رئيس البرلمان الإطار التيار ساسة آخر من صرح هو، في حين هو مسؤوليته حماية الدستور. والعملية الانتخابية التي انتهت في 10 تشرين منذ 10 أشهر كان يفترض اللي يتكلمون عن المسارات الدستورية والزمن والمدد الدستورية كان هو المسؤول الأول عن هذه. نعم. وهو يعطي إما أن انتهت المدة الدستورية وبالتالي هذه الانتخابات أصبحت لا قيمة لها، تشكل حكومة الطوارئ تعلن انتخابات جديدة، لكن لم يقم بهذا الشيء. لماذا؟ لأنه هو واحد من يعني خلونا نقول هو جزء من هذه المشكلة نفسها، لأن هو من المتمسكين في المنصب بمعنى داخل البيت الكردي اليوم. ما هو الصراع؟ الصراع تمسك السيد برهم صالح برئاسة الجمهورية في حين القوى الأخرى الفائزة الحزب الديمقراطي لم يسمح له بترشيح هوشار زيباري والريبر والشخصيات الأخرى. نعم. فهو متمسك بهذا المنصب رغم خسارة حزبه. نعم. فإذا يعني من ذكرت أنه أنت هل لا قيمة لهذه المسميات وهذه؟ نعم لا قيمة لها، لأن ثانيا القيمة لمن هو على الأرض، القيمة ما هو على الأرض لهذا الصدر استخدم. لكن اسمح لي أستاذ حسين، دستوريا يوجد قيمة حقيقية يعني في الدستور العراقي الحالي. نعم. مكتوب، لكن المشكلة في الواقع. الدستور العراقي ضبط المسارات وضبط المدد الدستورية، ولكن أول من ضرب الدستور العراقي هم هؤلاء وخاصة قادة الميليشيات. نعم. اليوم قيس الخزعلي يتكلم عن المدد الدستورية. طيب هو السؤال، هل يحق لقيس الخزعلي قائد ميليشيا أن يشارك في الانتخابات في الوقت اللي الدستور يحظر مشاركته؟ نعم. هذا كلام متناقض. التيار الصدري، عودة لموضوع التيار الصدري والقيمة اللي موجودة لأي تصريح، الصدر استخدم اسلوبياً ووضع الأطار في هذه الزاوية، قالوا لهم تريدون انتخابات أنا الفائز،
أشكل حكومة. نعم. ديمقراطية وانتخابات أنا الفائز. ما قبلوا. قالوا أنا منسحب. تريدونها فوضى ومسك شارع غير مسك الأرض. نزل احتل مجلس النواب. قال تعالوا شكلوا حكومة. أنا الموجود. ما حد يقدر يشكل حكومة. فالقيمة لمن يملك القوة اليوم بالعراق. الدولة لا تملك القوة الحقيقية. نعم. الميليشيات، القوى السياسية هي التي تملك. نعم. المال والقوة. نعم. فبالتالي الدولة ضعيفة. فالصراع هذا الصراع النفوذ ما بين هذه القوى السياسية سيؤدي بالعراق إلى التهلكة. نعم. أستاذ بهاء، اسمح لي يعني بهذا السؤال الصريح، هل تعتقد بأن إيران ستترك هذه الأطراف التي رهنت نفسها لإيران بطبيعة الحال بغض النظر يعني عن مدى الارتهان الميليشياوي لإيران، لكن هل تعتقد بأنها ستترك الأمور هكذا الحبل على الغارب أم أنها ستتدخل في لحظة ما من هذا الصراع في المشهد الحالي؟ طبعا إيران لا يهمها لا الميليشيات ولا قادة الميليشيات. إيران ممكن أن تبيع الميليشيات مجرد قلم بينها وبين الولايات المتحدة وبينها وبين السعودية. هي ليست ذات قيمة، من يخون بلده ليس ذا قيمة لدى إيران بالنسبة لهذه الكتل أو هذه الميليشيات. لكن هذه الميليشيات أستاذ بهاء جعلت العراق حديقة خلفية لإيران. نعم، اسمح لي. امتصت خيراتها على مدار يعني أكثر من عقدين. نعم اسمح تفضل. يعني أوصل لك الفكرة. تفضل. بإمكان إيران الآن أن تبقي على الميليشيات هذه وتعطي الصدر للحكم. مجرد استلام أي ضمانات من الصدر بعدم محاسبة قادة الميليشيات وعدم حل الميليشيات سيتمضي تشكيل وستشكل حكومة بذات أغلبية. أي شيء يسميه أي كان يريد أن يشكل حكومة فليشكل. الأهم أن لا يتدخل بحل الميليشيات ولا يحاسب قادتها. هذا ما يهم إيران بالتحديد. إيران مسيطرة على العراق اقتصاديا وسياسيا بهذا. طالما هؤلاء موجودين ويسرحون ويمرحون في العراق إذن إيران في أمان. وهذا ما يسمونه البعد القومي أو العمق القومي للأمن الإيراني. هذا مهم جدا أن تكون قادة الميليشيات لديهم السلطة على نقل الأموال إلى إيران والاستثمارات إلى إيران من جهة، ومن جهة أخرى على الميليشيات لتهديد دول المنطقة وخصوصا المنطقة العربية ودول الخليج بواسطة هذه الميليشيات. هذا ما تريده إيران بالتحديد. أما من يشكل حكومة فإيران لا يهمها من يشكل حكومة إذا تعهد بعدم المساس بالميليشيات وبقادته. هذا باختصار. لا 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 يعني، لكن هل تضمن إيران أن يكون قادة هذه الميليشيات عقلاء ويتفقوا في لحظة ما؟ أستاذ بها لم أفهم هذه النقطة بصراحة. أستاذ العزيز، نعم. هذا ماكو واحد يريد يتحاسب. هم كلهم مجبرين على القبول، لكن هم يريدون شيء واحد، انه يضمنون انه الصدر ما راح يحاكمهم مثل ما قال. نعم. يعني وخصوصا بعد التسريبات اللي صارت بعدين. الصدر في اكثر من تغريده اشار الى يعني خلينا نسميه احنا اعاده ترتيب اوراق الحشد الشعبي واخراج العناصر المسيئه منها مثل ما ذكر. هذا الشيء هم لا يريدون. إذا حصلوا على ضمانات من الصدر بعدم المساس لا بالحشد الشعبي ولا بقادة الميليشيات فسيمر الرصاد حكومته بدون أي مشكلة. مقابل ماذا أستاذ حسين لو سمحت؟ مقابل ماذا يعني لو حصلوا على هذه الضمانات مقابل ماذا يعني سيعطيهم الصدر؟ مقابل تشكيل حكومة يسمحون بالصدر. طيب وصدر استقال. نعم. الاستقالة كيف راح تمرر؟ هل يوجد قانون أنه ما بعد الاستقالة تلغى الاستقالة وتعاد؟ القصة فيها انسداد، فيها احتضار، فيها عملية سياسية منتهية. نعم. ال- 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 الكلام اللي دي يتكلم به أستاذ بهاء في فترة سابقة كان ممكن في بداية إعلان النتائج. نعم. أما الآن مضى على هذا الأمر. اسمح لي أستمع لأستاذ بهاء في أقل من دقيقة لو سمحت. نعم. أعطيك فرصة رأيتك تتحدث. موضوع قبول الاستقالة و حلف اليمين النواب الجدد داخل البرلمان بإمكانهم الطعن به وعودة نواب التيار الصدري لأنها تمت خلال عطلة تشريعية. لذلك من السهل استصدار قرار من المحكمة الاتحادية ببطلان الاستقالة وإعادة نواب التيار الصدري للبرلمان. هذه يجب أن تأخذها في عين الاعتبار. نعم. الآن هذا مخرج
بإمكانهم أن يعيدون نواب التيار الصدري، لأنها الاستقالة تمت في عطلة تشريعية، وافق رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي على الاستقالة أثناء العطلة التشريعية، لذلك الاستقالة وصلت الفكرة. وصلت الفكرة أستاذ بهاء، ربما يكون للحديث بقية، ونتمنى أن يعني يبحث عن مخرج ويبتعد عن الاقتتال لا قدر الله. شكرا لك أستاذ بهاء، شكرا لك أستاذ حسين على ما تفضلتم به. إذن نحن معكم في هذه المتابعة الإخبارية المتواصلة، نلتقيكم في متابعة جديدة بحول الله تعالى. شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله.